السلام عليكم. عام 2005 في سيدي يحيى، مدينة بإقليم سيدي سليمان في المملكة المغربية. هذه تبعد عن مدينة القنيطرة تقريبا 30 كيلومتر. المهم ذاك اليوم صحوا في سيدي يحيى على جثة ملقاه في ساحة تجمع للباصات وللسيارات النقل والتكاسي الطاكسي على قولة اخوانا المغاربة. الجثة مبين ان واحد ساحبة عن طريق الحبل، لان لقوا الحبل مربوط على رقبة هذا الشخص ومقطوع، والجثة تم سحبها بسيارة لكيلو مترات كثيرة، لدرجة ان اللحم يعني انسلخ من جسم الجثة والعظم مبين، عظم الظهر وعظم المؤخرة والقدم والإيدين. المهم الرجل طبعا أكيد متوفي. منو هذا الشخص؟ ما عرفوه، متشوه يعني. حتى رجال الأمن لما وصلوا والأدلة الجنائية قعدوا يمشون على آثار السحب بالسيارة، انصدموا أنه أكثر من 7 كيلومتر مسحوب الجثة. شلون يعني ما حد شافه كذا؟ الظهر بالليل، الظهر في شيء. ونهاية الخط يعني تتبعوا آثار السحب، نهاية الخط مبين أنه يعني كانت من داخل إحدى الغابات المؤدية إلى اللي هي مدينة سيدي يحيى. مالكم بالطويلة، تم رفع الجثة وإحالتها للطب الشرعي، تم التحقيق مع جميع أصحاب التكاسي وأصحاب الباصات وكذا، منو يعرف هالشخص؟ أبدا ما له إثباتات، ما حد بلغ عن غيابه. بعد فترة لما خلصوا الطب الشرعي من الموضوع وجابوا بعض المشتبه فيهم كأصحاب تكاسي طبعا، تعرفوا على الجثة، قالوا إيه هذا نعرفه. قالوا منو؟ قالوا هذا اسمه أحمد، هذا كورتيه. قال شنو كورتي؟ قال كورتي هذا هو اللي ينادي على الزباين، يعني من اللي بيروح مدينة الفلانية يجيب الزباين ويركبهم في التاكسي، التاكسي يربح وهذا ياخذ أجرته على المنادات، يسمونه كورتي، يعني الوسيط بين الزباين وبين أصحاب التكاسي والباصات. هذا دائما كان يوقف في الساحة وينده على الزباين وهذه شغلته يعني. زين حلو، هذا وين أهله؟ قالوا يبا هذا يتيم، والولد يعني من زمان عايش في سيدي يحيى وما حد يعرف له، يعني لا أبو ولا أم ولا أخوان، مقطوع يعني، لكن شوي شوي يشتغل في يعني اللي هي الكورتي اللي ينده على الزباين وماشي أموره، والكل يحبه ترى في الساحة، يعني إنسان ما عنده مشاكل وكذا. لكن شنو؟ مرات عليه سوالف مرات. قالوا زين الحين وصلنا إلى هويته هذا الشخص، لها عداء لها شيء؟ أبدا ما توصلوا. بدأ التحقيق مرة مرتين، أصحاب التكاسي مع بعض الزباين يمكن اللي اختلف معاهم على الأجرة مثلا، يحاولون يعرفون السكن اللي هو ساكن فيه، أبدا ما حد يعني عنده مشكلة معاه، ولا أنه ما أخذ حلال أحد ولا أحد يعني. المهم غابت هالسالفة تقريب الشهر شهرين ثلاث. في واحد اسمه عدنان، عدنان هذا صاحب تاكسي، من يوم الحادثة ما جاء إلى الساحة. طبعا هذول أصحاب تكاسي يأخذون يعني بالدور، يوقفون ورا بعض، وكل ما جو مجموعة من الزبائن يطلع أول تاكسي يجي دور اللي بعده اللي بعده، وكانوا حريصين أنه يوميا لازم يكونون موجودين في الساحة، لأن التاكسي هذا يبي له يعني أقساط وعندهم إيجار، يعني هذه وظيفته، مستحيل أنه يغيب. لكن من يوم سالفة الجثة ما بين، فالتحريات كل يوم الثاني جايينهم يبي يعرفون منو اللي سحبه، منو اللي قتله، شو السالفة. لما جو بعد فترة حق الساحة وسألوهم،
ها زين عندكم احد مشتبه فيه كذا؟ قال لهم واحد والله انا ودي اقول لكم معلومه بس انا ما ابي اظلم احد، لكن يمكن تفيدكم، ترى في صاحب تاكسي من يوم هالواقعه اللي هو اسمه عدنان، من يوم الواقعه ما بين، وفي سالفه حصلت قبل شهر. شنو هالسالفه؟ قال هذا صاحب التاكسي يعرف الكورتي هذا المقتول، كلنا نعرفه، لكن هذا يوم من الايام طالع مع كورتي هذا الى احد الغابات كانوا يشربون الخمر، يعني اذا بغوا يسهرون وكذا يروحون مع بعض ويشربون. طبعا هذا الكورتي يشرب دائما، فذاك اليوم صاحب التاكسي هذا عزمه فرح معه. اليوم اللي بعده قعدنا نسأله، احنا نسأل الكورتي هذا ها ايش سويتوا وكذا، يعني استانستوا ما استانستوا، يعني كذا من هالسوالف. قال لهم الكورتي كلام كان صدمة بالنسبة حق جميع السواق. قال شنو قال لكم؟ قال لنا لما راح مع صاحب التاكسي اللي هو عدنان الى الغابة وشربه وكذا، عدنان بعد ما سكر طلب من الكورتي انه ينام معه، وانه فعلا يعني الكورتي يعني اعتدى على صاحب التاكسي برضاه. طبعا شلون افهمكم اياه؟ المهم فانتشر الخبر، واحنا يعني من ذاك اليوم كل ما يجي صاحب التاكسي انقط له نغزات وكذي، وهو يسوي نفسه عبيط، فيمكن هذه لها علاقه. رجال الأمن على طول راح وين؟ إلى بيت عدنان، ولا فعلا عدنان صار له أكثر من أسبوعين ثلاثة ما يطلع من باب البيت. المهم طقوا على الباب، فتح الباب، قال يلا تعال نبيك موضوع. قال شنو فيه؟ إيش صاير؟ علاش؟ قال تعال هناك تفهم شو السالفة. يوم راح قالوا له حبيبي أنت شنو بينك وبين الكورتي فلان وكذا، سمعت انه مات؟ قال اي والله سمعت. شنو بينك وبينه؟ قال لا ما بيني وبينه شيء، وبالعكس وهو حبوب زين احنا سألنا عنك لما جينا بنضبطك، جيران قالوا انه فعلا انت ما طلعت من البيت صار لك اسبوعين ثلاثة، ليش فيك شيء؟ قال لا ما في شيء، كنت برتاح. قال زين ليش ما تجي لساحة التكاسي؟ ما عندك شغل يعني ما تبي تشتغل ولا شنو؟ قال لا قلت أحب أريح. قالوا له حبيبي هذا كلام ما يدش العقل، شنو صاحب تاكسي بيريح؟ يريح يوم يومين أسبوع مو ثلاثة أسابيع، أنت وراك إيجارات وراك، يعني غني أنت؟ قال لا أنا مو غني. قالوا يعني أنت في شيء هو اللي دفعك أنك أصلا ما تطلع من البيت ولا أنك تحضر لي؟ شنو؟ ويبطها، مو يبط الجربة، لا بطها بكية هالمرة، مو بطت الجربة، لا بطها بكية. ولا الرجال كان متحمل ألم وهم وضيق على قلبه، لقى اللي يسمع له قاعد يبكي. حتى رجال الأمن حسوا إن هذا حزين 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 بشكل يعني غريب. قالوا له ايش فيك؟ فيك شيء انت؟ تكلم. قال اتركوا موضوع اني انا اللي قتلتها، راح اقول لكم شلون الطريقه، بس تدرون شو اللي حصل معي؟ قالوا له شنو؟ تكلم. قال انا عطفت على هذا الكورتي لانه دائما يجيب لي زباين وكذا، وادري فيه انه يشرب وانا اشرب، لكن مو دائما، لكن هو دائما كذي يشرب ويسكر ويحب، فانا عشان بكرمه يعني قلت له خلاص الليلة على حسابي، أنا راح أشتري لك مشروب وكذا، ونروح عند الغابة الفلانية على أطرافها يعني ونشرب. قال أوكي. وكان هالكلام أمام أصدقائي أصحاب التكاس والباصات، وفعلا ركب معاي ورحنا وسهرنا وكذا وخلاص وردينا عادي وضع طبيعي. يقول اليوم اللي بعده، وهذه القصة صار لها أكثر من شهرين الآن من الحادثة، يعني قبل حادثة مقتلة بشهر، قال لما رحنا وخلصنا وردينا والوضع طبيعي وأنا عادي عندي يعني
رحت إلى مكان تجمع التكاسي عشان كالعادة أخذ زباين أترزق الله. يقول قمت أشوف نظرات أصدقائي، نظراتهم غريبة ويضحكون ويتغامزون بينهم وكذا. أنا ما فهمت، أول يوم ثاني يوم الكل يبتعد عني، كل ما يبي يتكلم معاي، في شيء حاصل أنا ماني فاهمه، لكن أنا طنشت يعني عادي. اعتقدت أن الموضوع يعني أن على سالفة أجرة ولا على زباين، يعني لأن هذا يتحصل كثير بين أصحاب التكاسي. يقول لكن بعد مرور كم يوم من السالفة مر علي أخوي الكبير ومعاه أخواني وجايين من يعني من قرية يعني قريبة من القرية اللي أنا ساكن فيها. جوني وحتى يعني كان أمر غريب جدا أنهم يحضرون بهالشكل أخواني مع بعض، كل واحد تارك شغله وبيته وجاييني نبيكم موضوع يقولوا لي. قلت لهم يلا أوكي حياكم الله، صاير في شيء؟ قالوا شوف من اليوم وطالع لا أنت أخونا ولا إحنا أخوانك. قلت لهم ليش؟ بسم الله إيش فيكم؟ إيش صاير؟ قالوا إحنا ما يشرفنا إنه يكون أخونا مش رجال. وافهمها يا عدنان افهمها. ومشوا. يقول أنا لفت فيني الدنيا، شو اللي صاير؟ بسم الله الرحمن الرحيم شو اللي صار؟ يقول أنا ما فهمت، أخواني حاولت أترجاهم لكن كانوا معصبين وقاموا يعني يغلطون علي ويسبوني وكذا ومشوا عني. أنا قعدت يعني أفكر أنا شو مسوي بحياتي، شو سويت؟ ما أدري، ما فاهم، ماني فاهم شو السالفة. ذاك اليوم نمت يعني نومة كانت كوابيس وأنا متضايق ماني عارف شنو القصة. قلت أنا اليوم الثاني لازم أمرهم، فقلت بالأول أروح الساحة أخذ زباين وأشوف لي زبون رايح عن جهة القرية، وأروح عند إخواني هناك أفهم منهم إيش يبون. يقول ركب معي زبون فعلا، وهذا هو أصلا معي في ساكن معي في نفس سيدي يحيى. فلما ركب معي وهو إنسان فاضل وإنسان يعني محترم جدا، وإحنا ماشيين في الطريق يعني على نيتي أبدا، قال لي يا عدنان بقول لك شيء. قلت له تفضل. قال لي عدنان يعني اللي واط وما أدري شنو من الأمور الفادحة والكبيرة عند الله وفي عاداتنا وتقاليدنا، وهذا شيء عيب وهذا شيء يلحق الرجال وكذا. يقول أنا ماني فاهم هذا شو قاعد يقول. قلت له صح أنا أدري بالمعلومة هذه يعني، لكن شنو تقصد؟ قال يا عدنان أنا بكون معك صريح لأن أنت إنسان طيب وأنا أعرفك إنسان محترم، لكن أنا ماني عارف حقيقة الكلام اللي ينقال عنك. قال ينقال عني أنا شنو ينقال؟ قال أنت يعني ما سمعت وكذي، ترى كلهم يسولفون عنك يعني والكل يحذر منك، حتى لما جيت بركب معك علشان توصلني كل أصحاب تكاسي يقول لي لا تروح معه هذا يعني بالعربي إنه مو رجال، لكن أنا أصريت إني أروح معك، قلت أنصحك وإحنا رايحين في الطريق. قال يا ابن الحلال تكفى قول لي شنو صاير. قال يقولون ان الكارتي هذا اللي ينادي على الزباين يعني فعل فيك، طلب منك لما كنتم سهرانين في الغابة وطلع عليك كلام. او ينصدم عدنان، الشائعة طلعت واصلة حتى في القرية اللي ساكن فيها هو نفسه، الظاهر من اهل السيدي يحيى رايحين عند اهله وقالين حق اخوانه ترى اخوكم ما يستحي صاير فيه كذا كذا كذا. اهني فهم السالفة. لا اخذ عندك الصدمة. اليوم اللي بعده واصل الكلام عند اهل زوجة عدنان وجايين نسايبة، انت ما تستحي وانت ما فيك خير، واذا انت ترضى على نفسك ترضى على بنتنا واحنا ما نأمن ان بنتنا تكون عندك. يا بي يا جماعة اهدوا شوي، والله العظيم اللي سمعته غلط. قال يعني تدري؟ قال لي انا امس دريت، والله مو صحيح، والله كذا. خذوا اختهم مشوا. اهني قال لا مستحيل انا اترك الموضوع يمشي على خير. ثاني يوم
سوى نفسه طبيعي وياخذ زباين ويقول حق الكورتيه جيب لي زباين وكذا. المهم وقاعد يلاحظ الغمزات بين اصدقائه يغمزون حق بعض والكورتيه يطالعهم ويضحك يعني اكد لهم السالفه، وهذا عدنان يسوي نفسه ابدا ولا فاهم شيء. المهم لما خلص اليوم الشغل قال حق الكورتيه ايش رايك اليوم نروح نسهر مثل السهره اللي فاتت وعلى حسابي. استونس الكورتي هذا يدور اي شيء، قال يلا اوكي عشان بعد هم يوثق السالفه. هذا قايل الكلمه حقاره فعلا، هو لا اعتدى عليه ولا شيء لكن قايلها حقاره ما ادري ليش. يعني في ناس كذي ترى سبحان الله تكرمه ويقلب عليك كذي ترى، او في طبيعه كذي. المهم اقنعه بالليل، قال له بالليل انا امرك اخذك ونروح لنفس المكان، قال له يلا اوكي. وراحوا فعلا وجاب المشروب، بس هالمره عدنان ما شرب، خلى الكورتيه هذا هو يشرب 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 يشرب، وبعدين فاتحه في الموضوع. قال له يا ما تستحي على وجهك يا حقير، يا قليل الادب يا اللي مو متربي، هل انت اعتديت علي بطلب مني؟ وهل حصل فعلا هالكلام هذا؟ الكورتيه هذا خاف، هل قال شنو؟ قلبها غشمرة وضحك ومزح، قال أنا أمزح أمزح وكذا. قال تمزح؟ أنت تدري سويت فيني؟ أخواني جو مصدقين السالفة، زوجتي أهلها جو خذوها، الناس اللي بسيدي يحيى كلهم يطالعوني بنظرة دونية لأنك مطلع علي الكلام هذا. أنا تطعن بشرفي وبرجولتي يلي ما تستحي، وهذا أنا مأخذك عشان عاطف عليك، وكل يوم الثاني لما تجيب لي زباين اعطيك زياده على الاجره، انا شنو سويتك عشان تسوي كذي؟ المهم هذاك يقول له خلنا من هالكلام، خلنا نشرب وننسى وكذا. كان ننسى ويقوم عدنان ويطلع الحبل اللي في سيارته. طبعا هذاك داخل شارب مخليه يشرب ويربطه من رقبته، وهذاك يضحك قال يعني شنو انت تخليني حاولي؟ يعني انت الحين رابطني من رقبتي يعني انا كني خروف؟ هذاك سكران مو قال له إيه الحين بخليك حاولي، ويربطه بالسياره من الخلف ويشغل السياره ويمشي فيه ويسحبه من الغابه لساحه وقوف الباصات والتكاسي، قطع الحبل وخلاه على هالشكل هذا ومشى. راح البيت وتسبح ولا كأنه سوى شيء. قاعد ينتظر أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، قاعد ينتظر 3 أسابيع يعني إنه ينكشف وكذا. فعلا بعدين اكتشفوا من هالحادثة هذه، طبعا حكموا عليه بالمؤبد. لكن أنا هالقصة هذه أبيكم تعلموا منها شيء واحد، ترى ما تعرف اللي جنبك، أخوك أبوك أختك زوجتك خواتك إخوانك عيالك أصدقائك ربعك زملائك اللي يكون، ما تعرفهم إلا بالمواقف الصعبة. حتى إخوانك لو عندك 10 إخوان يختلفون معاك في الموقف، يعني إذا صار معاك موقف وأنت تورط عندك 10 إخوان تلقى 4 يقولوا لك روح ولا يهمك ولا تخاف، وأكبر ما بخيلهم يركبوه، وإحنا وراك، وإذا مطلوب فلوس ندفع لك، وإذا عليك شيء إحنا ندفع وإحنا نسوي وتلقى 6 خايفين، 2 يقول لك لا والله أنا ما لي شغل طلعوني برا الموضوع، 3 خايفين من زوجاتهم، 1 أصلاً أول ما يسمع أنت بورطة ما يجيك. حتى اخوانك يختلفون في، حتى زوجتك، في زوجات اذا طاح زوجها ام مصيبه ان شاء الله طايحين عليه مع وحده، وهي تدري تروح تقول انا متنازله عن حقي ما ابي ارفع عليه قضيه زنا، توقف فيها زوجها بوقت المصايب، لكن لما يطلع التحاسب معه بس علشان تفكه من يعني المحاسبه القانونيه، وبعدين تقول خلاص يعني احنا ما نصلح بعض طلقني، لكن تفكه يكون لها موقف. ترى في كثير كذي، لكن في زوجة أصلاً ما تصدق على الله زوجها يطلع على إشاعة،
ولا أخو ما يصدق إنه يطلع على أخو إشاعة، ولا ولد عم ينبسط لما يسمع إشاعة على ولد عمه. والله العظيم أقول لكم موقف قبل 3 أسابيع في إحدى الديوانيات، جالس فيها جار بيت أبوي، يعني أنا من زمان مشايفة جار بيت أبوي. طبعا هالعائلة هذه يعني أيام ما كنت أنا صغير لين كان عمري 25 سنة، هذول يعني أخواني أخواني كلهم، والله ونعم فيهم كلهم. واحد فيهم كان جالس في الديوانية قبل 2 أسبوع 3 أقول لكم، الصدقون أنه اتصل علي، أنا أقول له أهلين وينك من زمان وكذا، قال اسمع يا أبو طلال أنا حاطك سبيكر. قلت له إيه إيش فيك عسى ما شر. قال لي في واحد إحنا قاعدين في ديوانية فلانية وقاعدين فيها مجموعة من الشباب، في واحد تكلم عليك. قلت له شلون تكلم علي؟ قال عنك شغلة عن موضوع معين، لأنه يعرفك كمشهور وهو ما يدري أن أنا أعرفك. قلت زين. قال هو ترى قاعد قدامي الحين، أنت عطني الموضوع الفلاني. عطيت أنا شرحت له وضحت له يعني الموضوع، والموضوع الفلاني وضحته، والموضوع الفلاني وضحت له. قال ها سمعت، هذا صاحبي يقول حق ذاك ها سمعت. قال ترى على فكرة أنا أول ما جاب طاريك قمت وتهاوشت وياه وسويت له سالف وقلت له إذا أنت رجال الحين أواجهك معاه. طبعا الرجال هذاك بعد أنا ما قلت له كلمت يعني وبررت الموضوع، قال والله سامحني يا أخوي والله العظيم، لا أنا سامع أنا ما أعرفك والله حشة ولا تقابلنا، وأنا آسف لأن أنا قدام فلان هذا اللي اتصل عليك صح أنا قلت إن أنا أعرفك، لكن أنا يشهد الله ما أعرفك، أنا سامحني زلة لسان وأنا والله ما كان قصدي، أنا مجرد سمعت يعني وقطيت الكلمة في هالمجلس. طلع لي هذا وقعد فضحني فضيحة وكان راح يعني يكبر الموضوع. قلت لا والله أبدا أنت معذور وأنت ما تدري ولا تعرفني وكذا، والموضوع حتى يعني أنت اللي تكلمت فيه ما هو موضوع كبير، يعني موضوع عادي ترى يعني يتداول في السوشيال ميديا عادي، يعني أنا لو واحد إعلاميا يطرح علي أنا ما أزعل أصلا، شلون أنت قاعد في الديوانية يعني. ترى أول ردة فعله مبالغة أنا أدري فيه، لأن هذا يعتبرنا مثل أخوه، وأنت عارف لما أنت تسولف على واحد ويطلع أخوه قاعد معك في نفس المجلس أكيد لازم يتكلم أو يزعل هو من كثر حبه لي يعني. فقلت له عطني عطني، كلمته قلت له يرحم والديك الرجل ترى عادي، وكلام اللي قالت يعني انتقاد عادي ترى، هو ما طق يعني طعم فيني ولا سبني، انتقاده عادي ترى ابن حلال، ترى يام سمعنا سوالف وطنشنا وبعدين الناس يعني غيرت آراءها واعتذرت وإحنا عادي مشينا الموضوع، ترى عادي أنت إذا بتدقق على كل واحد ما راح تترك لك صاحب يعني. فأقول لكم شوفوا موقف هذا، لو واحد ثاني يمكن يطنش، يمكن لو واحد من إخوانك ويسمع يمكن يستحي إنه يتكلم، لكن الناس تختلف في المواقف، المواقف الصعبة إيه اللي تعلمك معادن الناس حتى أقرب الناس لك. الله يحميكم ويبعدكم عن المواقف الصعبة، وإن شاء الله الله يلم اللي حواليكم ناس كفو، ونعم الأخوة ونعم الخوات ونعم الزوجة ونعم الأخوان ونعم الأصدقاء والجيران. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.